بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان لازلنا adding true or false variables. المثال الثاني، المثال ديت يا جماعة في السيشن ديت أصعب شوية من المثال اللي فات، وهنحاول نستخدمه بشكل وظيفي كده، متفقين؟ جميل. خلوني اعمل بريفيو كده عشان نشوف المشهد النهائي هيحصل فيه ايه. بمنتهى البساطه، انا عندي سلايد فيها قائمه محتويات وفيها الدرس الاول. لو ضغطت على الدرس الاول هيوديني، ولنفرض مثلا للدرس الاول، ولو انا رجعت على العوده هلاقي ان الدرس الاول محطوط عليه علامه صح للدلاله على اني انا عملت لها ايه، او ان انا زرتها. ده بنسموه التراكنج، او ان البرمجيه بتتبع المتعلم وبتحاول تساعده. هي طبعا ولا بتتبعه ولا اي حاجه، ده الانستراكشن ديزاينر هو اللي بيبرمجها علشان تاخد الابيليتيز ديت. تمام يا جماعه، ده المنتج النهائي اللي احنا راح ان شاء الله باذن الله نتكلموا عنه باستخدام مين؟ باستخدام الترو اور فورس variables. متفقين؟ رايت. خلونا بقى نحذف الكلام ديت كله. يس، ونحذف الكلام ده كله، نبتدي ندرج من اول انتايتلد سين، دبل كليك على ده، ونبتدي نضغط كليك يمين ونيو سلايد. هنبتدي ندرج بلانك سلايد، سلايد فاضيه خالص، وانا نسمي السلايد ديت يا جماعه. تمام، خلونا نضغط دبل كليك عليها، والسلايد ديت كليك يمين وهقول له انا رينيم. انا عن نفسي هنسميها باللغة العربية قائمة المحتويات. متفقين؟ جميل. وفي بدايتها هبتدي اعمل انسيرت لتكست بوكس. التكست بوكس ده انا هكتب فيه قائمة المحتويات، هعمل سلكشن وهخلي الخط بتاعي مثلا ما بين 24، وكنترول اسف كنترول زد كنترول بي بولت، وهروح على قائمة فورمات واقول له والله اللاين حطه لي في سنتر. تمام، جميل. هبتدي في قائمة المحتويات، ابتدي اروح على قائمة انسيرت وادرج كنترول. الكنترول بتاعنا هيكون عبارة عن مش بوتون عادي، بقى بوتون من اللي جنب منه ايكون، عشان ايه؟ عشان يسهل عليا اني احط علامة الصح ديت. انا ممكن اعملها في البوتون العادي يعني، بس ايه، بعد ما ادرجها احط في وضع التحرير، وفي التحرير ابتدي ادرج سيمبل. فايه، لا خلينا زي ذات اسهل يعني. وتبتدي تعمل انسرتيشن، وطبعا هتروح على قائمة فورمات واللاين هتخليها سنتر. هو كده في المنتصف، تبتدي تضغط كليك يمين واديت تكست، وهتكتب لي جوه منه مثلا ونفذ الدرس الاول. انا شغال 24 فوق، هعمل سيلكشن يا جماعه، ومن هما هخليه ديت يا جماعه مثلا 20. رايت، ممتاز خالص. الدرس الاول جميل، هبتدي كليك يمين وابتدي اعمل نيو سلايد. السلايد ديت بلانك طبعا، فاضيه، اعمل انسرتيشن ليها ودبل كليك عليها يا جماعه، وابتدي اعمل انسيرت لتكست بوكس، وده انا هنسميه الدرس الاول. متفقين؟ دبل كليك عليه برضه، انا كنت شغال على 24 كعناوين يعني عشان اكون فاكر 24. ابتدي اعمل كنترول مع بي، ومن قائمه فورمات ابتدي اعمل لها اللاين عشان تبقى في السنتر. حاسس ان في فرق ما بين ديت، واحده فوق واحده من تحت، اضغط رايت كليك على البارز من بره واقول له سايز ام بوزيشن، واقول له ديت 266 و38. هناك برضه كليك يمين وسايز ام بوزيشن 266 و38. ابتدي اعمل اوكي، هلاقي ان الاثنين كده المفروض ان هما على نفس المستوى او على مستوى واحد. في الدرس الاولاني هبتدي انا ادرج زرار، بقى المره دي هيكون زرار عادي خالص، كنترول من العاديين دولت، سيلكشن عليه، وابتدي اروح لقائمه اللاين واقول له والله دايت سنتر، و كليك يمين واديت تكست هخليه عوده الى قائمه المحتويات. متفقين؟ كالعادة من هوم هخليه ديت يا جماعة 20، ديت 24، دوت انا هخليه 20. تمام، اوكي. انا طبعا عندي مجموعة التريجرز بتوعي، هو بيديني التريجرز الاثنين، النكست والبريفيوس. طبعا انا يا جماعة هبتدي احذفهم عشان انا مش عايزهم. ديليت، لا دونت اسك ديليت، للاسف كنترول مع زد، المفروض اني احذف ديت، اعمل سيلكشن عليه وديليت. نفس المشهد ده ديليت، عند النقطة التانية برضو ديليت وديليت. كده انا ما عنديش اي تريجرز، عشان كده حتى في الستوري فيو ما جابهم ليش تحت بعض، جابهم لي جنب بعض، لان ما فيش اي كونكشن ما بين الاثنين دولت خالص يا جماعه. دبل كليك هنا، ابتدي على السلايد ديت، اضغط رايت كليك واقول له والله ديت رينيم، وانا هنسميها يا جماعه ديت الدرس الاول علشان الناس ما تتلخبطش معايا.
اوكي جميل كده، انا معايا 2 سلايد، قائمه المحتويات والدرس الاول. طبعا هبتدي اعمل التريجرز بتوعي، انا عايز لما اضغط على الدرس الاول يوديني للسلايد بتاعت الدرس الاول. هبتدي اضغط على اد تريجر واقول له والله ديت جامبي تو سلايد انو سلايد، السلايد اللي اسمها الدرس الاول، امتى؟ لما اليوزر يضغط على بوتن واحد. ممتاز، يجيبهم لي تحت بعض. وهنا بقى في عوده الى قائمه المحتويات هقول له والله اد تريجرز لما جامب تو سلايد نفس المشهد انو سلايد، السلايد اللي بتاعت قائمه المحتويات لما اليوزر يضغط على برضه بوتن واحد. كده عملت سلسله لا متناهي من الاثنين. خلينا نبتدي نعمل بريفيو لدي السين المشهد ديت. لو انا ضغطت على الزرار بتاع الدرس الاول هيوديني لقائمه المحتويات بعد ما انتجر الدرس الاول، يعني تمثيل. ولو ضغطت على عوده هيديني الدرس الاول، وهكذا قائمه لا متناهيه ما بين الاثنين دولت يا جماعه. ممتاز، رائع جدا. ايه بقى القصه؟ صعب الامور شويه. اول حاجه يا جماعه كنا بنقول لو احنا بنتعامل مع الفاريبلز ان احنا بنبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نعمل اساينينج للفاريبل، هنبتدي نسند القيمه بتاعي. رايت، هروح على المانيج بروجكت فاريبلز، هلاقي ان انا عندي فاريبل كنت بتست عليه بجرب عليه، هبتدي اعمل ديليت واعمل واحد جديد. بالله يا جماعه واحنا بنكتب واحنا بنسمي الفاريبلز نتاكد ان احنا بنكتب ان انجلش. انا اسميها يا جماعه ليسون كومب مثلا، ده اسمي. لما اليوزر يخلص الفاريبل من نوع ترو اور فولس، الافتراضي بتاعه عباره عن فولس، يعني ايه ده؟ القيمه الافتراضيه بتاعته ان هو يكون فولس عشان انا هستفاد من ان يغير الحاله بتاعته لترو عشان يعمل لي حاجه تانية بمنتهى البساطه. اوكي جميل، يبقى عندي فاريبل اسمه ليسون مش عارف ايه، ده نوع ترو اور فولس، القيمه الافتراضيه بتاعته فولس، انا ما استخدمتوش ولا مره. ابتدي اضغط على اوكي. بما اننا بنوقف على السلايد الاولانيه، فبالله يا جماعه هحاول ادرج ريفرنس تمام عشان اتاكد بس اني شايف كل شويه اللي بيحصل في البتاع ديت. نروح بقى نقول والله ريفرنس انو ريفرنس بتاع القيمه ديت، نعمل سيلكشن عليها كده ونبتدي نضغط اوكي. تمام يا جماعه، رايت. يعني انا عملت بريفيو للسين ديت يا جماعه، ايه اللي هيحصل؟ لو انا عملت بريفيو للسين الاقي ان القيمه الافتراضيه اللي هتظهر، والقيمه الافتراضيه هي عباره عن ايه؟ عن فولس. هو ملوش دخل باي حاجه، القيمه الافتراضيه كانت عباره عن فولس. ليه يا جماعه؟ لاني انا قلت له من الاول خالص من التريجر اللي انا كنت من الفرنس الفاريبل بتاعي ان هو واخد القيمه الافتراضي ديفولت فاليو بتاعته عباره عن فولس، فعشان كده دايما القيمه ديت هتتحط ايه؟ ايه اللي هتتحط ليه؟ فولس. ممتاز خالص. اروح بقى على السلايد الثاني، جميل جدا. ايه انا عايز اعمل فيها ايه يا جماعه؟ عايز اغير فيها الفاريبل من فولس عشان يكون ايه؟ علشان يكون ترو. ممتاز خالص، جميل. نعمل سيلكشن على مين؟ على البوتون ده، ونروح عاملين تريجرز. عايز ايه؟ انا عايز اعمل ادجاست فاريبل، انو فاريبل الفاريبل اسمه ليسون 1 كومبليت، علشان يساوي مين؟ عشان يساوي قيمه، انو قيمه هو الافتراضي بتاعه فولس، لا انا عايزها تبقى ترو. لما اليوزر يضغط على مين؟ لما اليوزر يضغط على مين؟ على بوتون واحد. جميل جدا، نبتدي نضغط على مين؟ نضغط على اوكي. يعني بمنتهى البساطه لما اليوزر يضغط على ده ايه اللي هيحصل؟ اعمل لي حاجتين اتنين، ورجعني قيمه المحتويات، وخلي لي الفاريبل اللي اسمه مين؟ اللي اسمه ريسم كومب يساوي قيمه ترو، الافتراضي بتاعه ان هو كان عباره عن فولس، لا بقى خليه لي ترو. فبالتالي الزرار ده في 2 تريجر، اول واحده يرجعني السلايد اللي فوق، وتاني حاجه يغير لي القيمه بتاعت ليسون 1 الفاريبل بتاعي اللي هو الافتراضي بتاعه كان فولس، خليها لي ايه؟ خليها لي ترو. جميل جدا، نبتدي نعمل بريفيو للسين ده ونشوف اللي بيحصل. طبعا هلاقي ان القيمه الافتراضيه بتاعي فولس، اروح على الدرس الاول. جميل، لو ضغطت المفروض يحصل ايه؟ حاجتين اتنين، يرجعني وبعدين يغير في القيمه. طب وانا عامل ريفرنس ليه؟ عشان اشوف القيمه وهي بتتغير. جميل جدا، نضغط على العوده نلاقي ان هو رجعني بس ما غيرش في القيمه، القيمه لسه لا زادت زي ما هي الافتراضي بتاعها فولس. ليه بقى؟ ديت واحده من ضمن المشاكل، لاني بص بقى القصه كلها في الترتيب. هو خلي بالله يا جماعه اسناد المتغيرات في الاول خالص، عشان كده اعمل سيلكشن وطلعها فوق. يعني انت في الاول غير القيمه بعدين وديني اللي مش عارف ايه. ممتاز يا جماعه، جميل. لو عملنا بريفيو كده للسين، يبقى في الاول هو هيغير في القيمه بعدين نروح يوديك ليه مش عارف ايه كده، كده فولس ده الافتراضي. جميل، نروح على الدرس الاولاني، لو ضغطنا يخليها لي ترو ويوديني على الدرس الاولاني. جميل جدا جماعه، نعمله كلوز. نروح بقى على اللاير الاولانيه ديت، انا عايز اعمل التراكنج، عايز لما ارجع لللاير الاولانيه حاجه لما اضغط على ديت وارجع لللاير الاولانيه يبان ان هو اخذ الدرس الاولاني عشان ما يقعدش يدوس عليه مره ثانيه، لا ياخد الدرس اللي بعد منه. جميل جدا، فعشان كده محتاج ايه؟ محتاج تريجر ثاني يا جماعه. جميل، نبتدي نعمل تريجر. التريجر ديت هيعمل لك ايه؟ التريجر ديت بمنتهى البساطه هيبتدي يعمل لك تشينج ستيت اوف، يغير لك حاله مين؟ حاله البوتون 1، الزرار البوتون 1 اللي هو ايه اللي انت واقف عليه، لانه الحاله اللي هي بتاعت فيزيتد، هنتعرف عليها كمان شويه. امتى يغير
اغيرها لك للحاله بتاعت فيزيتد. لما ايه يا جماعه؟ لما الفاريبل تتغير. انو فاريبل؟ الفاريبل بتاع لسون 1 يتغير لايه؟ نبتدي نقول له الشرط بتاعك. ايه الشرط بتاعك؟ الفاريبل. انو فاريبل؟ لسون 1. ماله لسون 1؟ دات لما يساوي. يساوي ايه؟ يساوي قيمه. انو قيمه؟ هو الافتراضي بتاعه فولس. لا لا، انا عايزه لما يساوي قيمه ايه؟ لما يساوي ترو. بمنتهى البساطه نقراها كده مره ثانيه. يعني لما نبتدي نضغط اوكي، غير لي حاله بوتون 1 ديت اللي الحاله فيزيتد، لما حاله المتغير اللي اسمه رسم مش عارف مين ده تتغير لمين؟ لترو. يبقى هي الافتراضي بتاعها انها كانت عباره عن فولس. لما انت تغير لترو، انت غير لي في الستيت بتاعت عشان تبقى فيزيتد. جميل جدا. نبتدي نرفع شويه يا جماعه نشوف الستيتس. يا جماعه نعمل سيلكشن على الزرار ده ونلاقي ان انا عندي حاجه اسمها ستيتس، احوال. عندي النورمال وهوفر وداون وفيزيتد. ادي فيزيتد، هعمل دبل كليك عليها يا جماعه على فيزيتد، وابتدي اضغط على فورمات واحط علامه مميزه. ولنفرض انا كنت اضغط على العلامه بتاعت الصح ديت، فبالتالي انا غيرت في الحاله بتاعته هو بس، فيزيت هو بس. يعني نركز ان احنا بنضغط دبل كليك عليها عشان ما تطبقش على الكل، لا على الفيزيت بس يا جماعه. جميل خالص. يبقى بمنتهى البساطه نبتدي نطلع من المشهد ده ونصغره الستيت بتاعتنا. يبقى انا لو رحت للسلايدات اللي هيحصل، غير لي الستيت بتاعت بوتون 1 لفيزيت لما مش عارف ايه. ماشي، نبتدي نعمل بريفيو لذيس سين. نلاقي ايه؟ طيب نلاقي ادي الدرس الاولاني والقيمه الافتراضي فولس. نضغط على بتاع، لو ضغطنا على العوده المفروض يحصل ايه؟ المفروض يحصل حاجتين، اتنين، القيمه بتاعت مش عارف تتحول لترو، وتاني نقطه ان البتاعه تتحول لفيزيتد. جميل. نضغط على العوده نلاقي ان بالفعل القيمه بيجت ترو، والبتاعه ديت اتحولت الى ايه؟ اتحولت لفيزيتد. طيب جميل، خلينا نقرا المشهد مره تانية يا جماعه. يبقى دبل كليك نقول يا جماعه غير لي حالات بوتون 1 تو فيزيتد لما الفاريبل يتغير. انو فاريبل؟ اللي هو الليسون 1. يتغير لما يساوي ايه؟ لما القيمه بتاعته تبقى ايكوال تو الفاليو بتاع ترو. يبقى لما ذات يكون ترو، اللي بيحصل لما الفاريبل يكون ترو غير لي حاله ليه؟ الفيزيتد. تمام. ده جانب. هو وان كان في الموضوع ممكن عند الناس تحصل شويه مشاكل بخصوص التطبيق، فانا عندي نقطه اقوى من فاريبل تشينز يا جماعه. كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن ان التايم لاين يبتدي. يبقى لما التايم لاين يبتدي مغير لي الاوبجكت بتاع قائمه المحتويات، اللي هي قائمه المحتويات ديت انت عايز تعمل فيها ايه؟ غير لي حاله بوتون 1 اللي في قائمه المحتويات لحاله فيزيتد لما التايم لاين يبتدي من اول وجديد. تحت اي شرط يا جماعه؟ تحت الشرط بتاع المتغير ده ان هو يتحول ايه؟ يتحول من فولس لترو. جميل جدا. نبتدي نعمل اوكي، ولو عملنا بريفيو للسين ديت المفروض ان الامور ما يكونش فيها فرق عن المره اللي فاتت. ادي القيمه عندي فولس لو انا ضغطت على الدرس الاولاني، ورحت على العوده هلاقي ان القيمه بيجت ترو، ولان القيمه دي بيجت ترو فايه اللي حصل؟ الدرس الاول اتحول، القصه بتاعت الدرس الاول اتحولت وتحط عليها علامه صح. ديت جانب. ده كده على سبيل البدايه، علشان بحاول اربط اتنين لايرز بعض. لازم نلاقي يا جماعه نحاول نركز ونعيد الفيديو ده اكتر من مره عشان نتعودوا عليه. ده بنسميه مبدا التراكنج، او البرمجيه بتبتدي تعمل تراكنج، بتمشي معاك عشان تعرفك انت رحت فين او جيت من فين. الامر بسيط بس محتاج سن التركيز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.